مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا بقصتنا الرياضية لليوم. رح نحكي فيها عن صراع الليغا الإسبانية المشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة. الفريق الكتالوني حقق فوز مهم ليلة الأمس بعد خسارته بالكلاسيكو وفاز بهدف نظيف على نادي ريال سوسيداد بمباراة ظهر فيها الكتالان بأداء هزيل وضعيف ما رضى جمهور قبل منتقديهم. الحديث كان عن المباراة أو عن الهدف الوحيد واللي أتى فيه من ركلة جزاء تدور حول صحتها العديد من الشكوك. فقبل التمريرة كان فيدال لاعب برشلونة يقف في موقف التسلل وأيضا احتساب لمسة اليد على مدافع سوسيداد لم تكن واضحة أيضا. ولكن الأهم بالنسبة للمتابع البرشلوني كان هو الفوز وكسب النقاط الثلاثة للحفاظ على آمال الفريق بالمنافسة على اللقب. وأيضا محبي ميسي كانوا على موعد مع رقم قياسي جديد بالهدف يلي سجله ميسي ليلة الأمس. أصبح البرغوث الأرجنتيني الهدف التاريخي لدوريات الخمس الكبرى برصيد 483 هدف. فكانت ردود الفعل كتير حول هالموضوع من قبل البرشلونية وأصحاب ومحبي الرياضة على منصات التواصل. خلونا نشوف أول تعليق كان من طاهر ماركت يلي قال ب 22 مباراة سجل 19 وصنع 12 ساهم ب 31 هدف بالليغا في موسم يراها البعض من أسوأ مواسم ميسي عن باقي لاعبي كوكب الأرض. أما أيضا تعليق آخر حول الموضوع كان من حامد الحنين يلي قال يتغنوا بميسي وهو 30% من أهداف مساعدة الحكام 50% على متديل الترتيب إيبار ختافي وغرناطة و20 الباقية بالتقسيم. أما أيضا كمان خلونا نشوف تعليق آخر فكان من ألكسندر يلي قال تذكروا أنه ميسي بعام 2006 وهو عم يلعب ويسجل ورونالدو من 2009 في الريال وعنده 445 هدف. الفريق ثلاث سنوات كان عم يتجاوز فيها رونالدو حاجز 500 هدف. لتعرفوا آخر الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا وأهم الترند تابعوني أنا دالين ببرنامج فولو أب. فولو أب يأتيكم على أوريانت في الأوقات التالية.